الوضع الحمد لله مستقر، كل شيء ماكو. نسيج مختلف كركوك، نسيج منسجم متفاهم، لكن احنا ضغط علينا بعد جتنا الفترة الأخيرة التجاذبات السياسية أخرت على الخليط العراقي كركوك، وإلا خليط متجانس. يعني النزعة الطائفية الحمد لله ما موجودة، لكن خلقوها لنا السياسيين. والله احنا مرتاحين شوية، بقلق وخوف، بس الحمد لله هسه تحسن، هسه تحسن الوضع، وأمان أكو، أمان أكو، وبس المدارس هسه ما مفتحين. أهم شيء هو المركز، هاي دائما نريد احنا نعيش بسلام والأمان، وكل واحد كقوميته كرأيه أحلى شيء، لأن احنا دولة ديمقراطية.